يعني العديد من العناصر اليوم تلعب دور في أسواق العملات. بدأت المفاجآت يوم أمس، بدأت مع ارتفاع حاد في عوائد السندات، أرقام اقتصادية قوية جدا، مبيعات تجزئة، تضخم. اليوم جاءت أرقام أيضا المتعلقة بطلبات الإعانة، أيضا مفاجئة، ولكن مفاجأة غير سارة كانت طلبات الإعانة. كيف بالإمكان وضع كل هذه اليوم الكمية من الأخبار والبيانات في تحليل الدولار الأمريكي؟ نعم، أهلا بك حسين. بالتالي بالفعل الدولار الأمريكي بعد أن شهدنا ارتفاعات كانت هي الأعلى منذ 8 فبراير، بدأنا نشاهد التراجعات، وخاصة استفاد الدولار الأمريكي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية كما ذكرت اقتربت من 1.33، الأعلى كانت منذ فبراير عام 2020. لا يظهر أن البيانات السلبية كما ذكرت سواء من طلبات إعانة البطالة الأمريكية التي جاءت دون التوقعات وأسوأ مما كنا نتوقع، وعدد من البيانات الأخرى يؤثر بشكل سلبي على الدولار الأمريكي، ومتوقع أنه الدولار الأمريكي أن يشهد موجات تصحيح بين الحين والآخر إلى أن يتم تمرير حزمة التحفيز الأمريكية. ما زلنا نقول أنه الدولار الأمريكي سوف يشهد المزيد من الانخفاض خلال العام، لأن كما محضر الفدرالي الأمريكي قال أنه التعافي الاقتصادي أو لم يصل إلى الأهداف المنشودة حول التعافي الاقتصادي سواء في سوق العمل وأيضا في مستويات التضخم فوق 2%. فكل هذه العوامل، المخاوف التضخمية وأيضا بقاء أسعار الفائدة المتدنية وأيضا عدم الصورة السلبية من قبل محضر الفدرالي الأمريكي والبيانات السلبية عم نسمعها وتضارب في البيانات، سواء سمعنا أمس مبيعات التجزئة الأمريكية كانت يعني إيجابية واليوم نسمع بيانات سلبية، كلها تؤثر على حركة الدولار الأمريكي. فبالتالي الدولار الأمريكي سوف يشهد من التذبذب، ربما نرى مستويات 89 دولار للدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى حتى يتم تمرير حزمة التحفيز الأمريكية، ستؤثر بشكل كبير على الدولار الأمريكي. وأصلا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية هي بسبب مخاوف التضخم وأيضا من تسارع أو في حملات التطعيم على نطاق واسع، هذا يعني ربما عم يخلي عوائد السندات الخزانة الأمريكية وأيضا ارتفاع المعروض من السندات، هذا بيأثر بشكل كبير على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. لينا عندما تقولين بأنه اليوم يعني هنالك مخاوف من تسارع في التضخم، وبالفعل هذا ما نلحظه وهذا ما تعكسه أسواق السندات، ولكن ألا تعتقدي بأن هذا التسارع بحال لو حدث، لا نعلم بعد، ولكن بحال لو حدث وشهدنا أرقام تتخطى 2% بهامش كبير خلال الأشهر القادمة، ألا تعتقدي بأن الفيدرالي سيعدل من سياسته النقدية أو أنه سيستمر ويراهن لربما لفترة أشهر طويلة ويبقي السياسة كما هي عليه، إن كان بالنسبة للفائدة الصفرية وحتى برنامج شراء الأصول حاليا 120 مليار دولار شهريا؟ يظهر أنه الفدرالي الأمريكي لن يغير من سياسته في الوقت الحالي حتى ربما الاجتماع القادم في مارس، ربما يتحدث عن التوقعات المستقبلية لو غير في، ربما لو نشهد مزيد من التعافي والتطورات بشكل كبير ربما يعني يغير من بعض سياسته حول التوقعات المستقبلية. لكن لا ننسى أيضا أنه حسين عوائد سندات الخزانة الأمريكية ربما أيضا تقود يعني ربما حركة النمو الاقتصادي، بترفع تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات وبخلي أنه الاحتمالية أنه الاستثمار بيكون أقل، فهي أيضا المخاوف أيضا، فربما يعني لن يقوم متوقع بشكل سريع في المستقبل القريب، خاصة بعد ما محضر الفدرالي الأمريكي أمس يعني أصر أنه حتى يظهر يعني وخاصة عم تطلع البيانات ليست بالجيدة إلى الآن، يعني إعانات البطالة الأمريكية في ارتفاع. بالفعل يعني ربما هذا أحد المؤشرات التي ينتظر الفدرالي تعافيها وهي الوظائف. من ناحية أخرى الاسترليني
اليوم يسطع من جديد ويرتفع بحدود 18 نقاط مئوية من جديد، يعني الهدف هو 41. برأيك ما الذي يعطي هذه القوة اليوم للباوند أمام ليس فقط الدولار ولكن العديد من العملات الرئيسية؟ الباوند سبب ارتفاعاته ربما نصل إلى مستويات الواحد بعد يعني 41 قريبين منها، وربما نصل إلى 41 42 بسبب عدة عوامل. كما ذكرت ليس السبب الرئيسي هو انخفاض الدولار الأمريكي، لكن هناك أسباب أخرى. أولا يعني حملات التطعيم التي تتم في بريطانيا بشكل كبير وعلى نطاق واسع، وأيضا تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأيضا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس بالسوء الذي كان يتوقعه البعض، وأيضا خصوصا عم نسمع نزوح من بعض الشركات سوف تقوم بالنزوح من بريطانيا. هذا ليس أيضا يسبب يعني عامل يعني ليس بالسوء الذي كنا نتوقعه، فربما هذا كله ينعكس على الجنيه الاسترليني. وأيضا ربما نشهد اتفاقيات يعني من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن حول الخدمات المالية فيما يتعلق بالخدمات المالية، وهذا سينعكس إيجابا على الجنيه الاسترليني، يعني خاصة يعني منذ التراجعات التي شهدناها منذ مطلع عام 2014. نعم. وبدأنا نشهد هذا التعافي الكبير على الجنيه الاسترليني، فمتوقع المزيد من الصعود. نعم لينا 41 42. نعم. لينا معي 10 ثواني. اليورو. نعم اليورو نحن متجهين ربما نشهد مستويات 1.22، لكن لو كسرنا 1.20 1.1950 ربما نشهد 1.18 1.17 بسبب الإغلاقات الموجودة بمنطقة اليورو وارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا. إلى الآن يعني تختلف يعني حملات أو سرعة يعني تراجع عدد الإصابات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهذا يلعب الدور الرئيسي مختلف. نعم. بين الجنيه الاسترليني واليورو. لينا صاروا 30 ثانية. لينا قنوة محلية أسواق مالية في إكويتي، شكرا جزيلا لك.